من ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا بنور هذا البث المبارك التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإرشاد والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي أخذنا علم البيع وأخذنا المقدمة وأخذنا تعريف البيع ونكمل. بدأنا به أيوه بعد أن أخذنا المقدمة أيوه